شهدت مختلف جبهات القتال في محيط محافظة مأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية والقبائل من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى. وبحسب مصادر عسكرية فقد دارت معارك عنيفة بين الطرفين في مختلف جبهات القتال. في جبهات جنوبي وجنوب غرب المحافظة تركزت أعنفها في جبهات ذنة والعمود، وتزامنت المعارك مع قصف جوي ومدفعي مكثف لطيران التحالف استهدف تحركات وتحصينات للميليشيات الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية.